عسلامة، ناس الكل، شنو لكم؟ ان شاء الله تكونوا كلكم بصحة وبخير وبنعمة يا ربي. جي هنا معاكم في فيديو جديدة، ان شاء الله كان عجبكم الفيديو. ما تنسيوش تخليو كومنتير وتحطوا لايك وتشتركوا في القناة لو كانكم مش مشتركين. الوغ اليوم الفيديو هو نشاط تعليمي، دونك نشاط يفيد برشا صغيرات اللي عندها مشكلة في الانتباه ولا في التركيز، وينمي ايجالمون قدرة الانتباه والتركيز وينمي الذكاء عند الصغار. باش نعطيهولكم بزوز طرق مختلفين نجمو تطبقوه مع صغار أعمارهم بين 3 و5 سنين، وإلا صغار أكبر شوية من 5 سنين وبعدين 5 6 سنين. ألوغ نستحقو حاجات بسيطة برشا. ورقة كبيرة بيضة، ورقة صغيرة، أقراص ملونة لو كان ما عنديش نستحقو الأغطية متاع البيبس كيما هكا يكونوا ملونين. شوية أوراق نقصهم في اثنين بمقص عادي، معناها نقصهم جوج طراق في اثنين والا في ربع كيما انتم تحبوا تشوفوا. ويغانمو نستحقوا اقلام ملونه، دونك حاجات بسيطه جو بونس متوفرين في كل دار. الوغ الورقه الكبيره باش نعملوا فيها اسطره كيما هكا ونقسموها 9 مربعات، 9 مربعات، ونجموا نقسموها في 6 اكهو لو كان صغيركم نتاعكم اقل. انتوما تنجموا تطبقوا الفكره نتاعي نتاع النشاط هذايا حسب متطلبات صغيركم وحسب عمره. ايغالمون نفس الحاجه نعملوها في الاوراق الصغار. من بعد ما قسمنا الاوراق الصغار مربعات، دونك باش نجيبوا الالوان وباش نعملوا اشكال في المربعات اللي في الاوراق الصغار. وانا اخترت نشاط اللي هو سهل، اللي هما كلهم دوائر، مي باش نستعمل الوان مختلفه. نجموا تعقدوا شويه النشاط لو كان من الصغير نتاعك كبير شويه والا متمكن من النشاط، ممكن تعملوا له مثلث، مربع، مستطيل وتطبقوا نفس الفكره. الوغ لهنا باش نحاول اني الالوان نحطهم في مستطيلات مختلفين، ونحاول اني ديما نخلي على الاقل مستطيل فارغ من جمله المستطيلات الكليكه. دونك استعملت لهنا 3 الوان، احمر واخضر وازرق. نجموا تستعملوا اكثر الوان والا اقل الوان كما قلت لكم انتم والاحتياجات والسن نتاع الصغير اللي عندكم موجود تحبوا تعلموه الطريقه هذه. دونك ديما نخليه مربع والا اثنين فارغ. دونك انا عملت الاشكال هذوما، كانت تحبوا تنهبط مع الانستغرام تاعي تنجم تلقاهم وتلقاو اشكال اكثر ايغالمون. تبعوني ان شاء الله الليله في الليل نهبطهم. دونك نكملوا التوزيع متاع الدوائر متاعنا هذوميا في المربعات الكل اللي عنا، وديما كما قلت نخليو في كل ورقة مربع والا اثنين باش ما نصعبوش ياسر على صغير التمرين. دونك لهنا نعطيكم انا بالنسبة للاطفال اللي عمرهم بين 3 و4 سنين، ولا نجم نقول حتى 5 سنين، الحاجة الوحيدة نجم نطلبوها منه احنا نعطيوه الورقة الصغيرة قدامه والورقة الكبيرة فارغة، ونعطيوها اقراص والا اغطية متاع دبيبس والا اكلي بومبوم الملونين والا اي حاجه عندكم اللي هي نفس الالوان متاع الاقلام اللي لونتوا بها الاشكال اللي ولا الدوائر اللي عندكم في الورقه الصغيره. وهو تو سامبلومون يعمل كوريسبوندونس، معناها يعمل مطابقه ما بين الرسم اللي عنده والرسم اللي انت تحبوا يحطوا. دونك يلزم يتعلم لهنا انه يركز، مي ايغالمون يعرف الالوان وينجم يقول لك الالوان وينجم يتمرن التمرين هذايا. دونك تمرين سهل، يركز على صغير، يركز يكون منتبه ويحاول انه يعرف كل نقطة وكل دائرة فين تمشي. الوغ التمرين الثاني اللي هو يكون معقد شوية، انك تخلي الشكل اللي انت ديجا عملته وتحط له ورقة اخرى، ولهنا بعد ما هو ديجا حط كل واحدة منهم في بلاصتها بالترتيب الصحيح كما انا نوري فيكم لهنا. دونك هما الاثنين متطابقين، تعطيه الورقة الثانية، الورقة اللي بعدها، وتطلب من الصغير اللي نورمالمون يكون عمره اكثر من 5 سنين انه يعطيك الرسمه اللي في الورقه الصغيره على الرسمه اللي لوطه في الورقه الكبيره من غير ما يحركهم. دونك يلزمو يمشي الدوائر يحلكها من بلاصه لبلاصه من غير ما ينحاها من الورقه الكبيره، ويعديهم في المربع اللي يكون فارغ. دونك كيما تشوفوا لهنا ينجم يطلع على الفوق على جناب اللوطه، مي عمره ما ينحي ما يدخل دائره في وسط مربع فيه ديجا دائرة أخرى. دونك يحركهم لحد فين يوصل يعطيك الشكل النهائي متاع الورقة الصغيرة اللي قدامه. دونك التمرين هذايا بصراحة فيه انتباه، ويعلم الصغير الصبر، ويعلم الصغير انه هو يركز وينتبه وحواسه الكل تكون مركزة جوست على الورقة هذيك اللي قدامه. دونك لهنا باش نخليكم مع بنتي اون ديمونستراسيون، وان شاء الله كيما قلت لكم تلقاو الاوراق والاشكال هذوميا الليلة على الانستغرام تاعي، متابعوني. دونك لهنا كيما تشوفوا ديمونستراسيون مع بنتي. ان شاء الله الفيديو متاع اليوم تكون عجبتكم، ما تنسيوش تدعموني بلايك وتدعموني بكومنتير، وإن شاء الله المرة الجاية نشوفكم الناس كل على خير. بوسة كبيرة، سلامة.